السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله كنتمنى تكونوا بخير. اسمحوا لي تعطلت عليكم بزاف. المهم اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كراك. شحال من وحدة طلباتني؟ عندنا هنايا هذا هو الشاي ديال كراك معروف. فنحتاجوا الحليب مبخر كامل الدسم. عندنا هنايا نسلي غنحتاجوه. بالنسبه للسكر اختياري كما قلت لكم. وهنايا غادي نديروا الماء. بالنسبه للماء هنايا غادي نحتاج لتر ونصف كما تشوفوا معايا في الطنجره. غادي ندير الشاي هو الاول حتى يتبخر الماء عاد نضيفوا الشاي. كما تتشوفوا معايا درت 5 المعالق ديال الشاي. غادي نحركوه مزيان. وغادي ندير معاكم 2 نكهات. غادي ندير النكهه العاديه وغادي ندير معاكم واحد النكهه اخرى اللي كتجيب الهيل والزنجبيل. صافي كنخليوه واحد 3 دقائق يغلى مزيان ونرجع معكم. من بعد ما كيغلى لينا مزيان يعني دازت 3 دقائق كنضيفو نيسلي. كنديرو حسب الذوق. بالنسبه ليا انا هنا درت العلبه كامله. صافي تنخلطوه مزيان. او ممكن تضيفوا ملعقه بملعقه حتى تشوفوا وتذوقوا واش الخليط اوكي ولا لا. المهم انا في هذه الخلطه ما غاديش ندير السكر نهائيا ونكتفي غير بالنسلي. صافي من بعد باش كيغلى مزيان غادي نضيفوا الحليب. شاي كراك معروف هنايا في قطر في الخليج كامل. كنصحكم تجربوه تيجي لذيذ بزاف. صافي تيكون اللون ديالو على هذا الشكل. صافي كنخليوه يغلى. نضيف الهيل. انا قسمتهم هنايا هذاك بالنسبه العاديه وهنايا غادي ندير بالهيل والزنجبيل. غادي نديرو الزنجبيل. ما ديروهش فريش لان غيخسر لكم الحليب. انا درت هنا معلقه كبيره ديال الزنجبيل. صافي غديروا كموسه ديال الهيل. صافي كنخلطوا جيدا. من هاش كما تشوفوا معايا ها هو هذا غلى. غادي نحيدو نطفي عليه. صافي كنصفيوه نخلي هذا يغلى شويه باش يطلق فيه داك الهيل والزنجبيل. ضروري هذاك الزنجبيل ديروا ليه بحال هكا لان شو كيتكركب حيتاش الحليب سخون. غنخليوه يغلى واحد شويه ونرجع من بعد ما كيغلى لينا مزيان. صافي كنجيبوا الوعاء اللي غنحطوا فيه اولا الترموس اللي عجبكم ضروري ديروا صفايه. غادي نهز بهذه.
كنتمنى ان شاء الله تجربوه وبالصحة والراحة.